ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ معايا دعم من 3 قنوات، اولهم هند ومصطفى، قناه جديده بس شكلها هتبقى شطوره. عامله لكم حاجات حلوه جدا، عامله لكم الدانيت وعامله لكم جاتوشه دو. روحوا بسرعه اشتركوا عندها واعملوا لايك وشيروا سبسكرايب وعرفوها انكم من عندي. القناه اللي بعد كده هي مطبخ اماني، كانت فاتحه قبل كده واتقفلت، فعايزين نكبرها ونرجعها زي ما كانت واحسن. عامله لكم تخليل اللفت بطريقتها هي، وعامله لكم جاتوشه دو برده. روحوا بسرعه اشتركوا عندها واعملوا لايك وشيروا سبسكرايب. القناه اللي بعد كده قناه كريمه تي في، شاطره جدا جدا في الحلويات، مش هقول لكم على وصفاتها، خليها مفاجأة. اشتركوا عندها وتعالوا نشوف الفيديو بتاعنا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتغدى لوحدي وراجعه من الشغل متأخر وجعانه جدا ومعنديش استعداد اقف اطبخ، وجوزي هيتغدى مع زمايله في الشغل. انا معايا كبد وقوانص، حتتين صغنطاطين يعني، وواحده مشروم، هعمل مكرونه مشطشطه. سلقت المكرونه بحبه ميه وملح وزيت وصفيتها وغسلتها وركنتها على جنب. في طاسه احط فيها الكبد والقوانص، اشوحها، طاسه فيها حبه زيت اشوحها، لانه المغرب وانا بعد من بعد المغرب ما باخدش اي سمن خالص. احط عليها بس حبه فلفل اسمر وهقلبها واشوحها كويس جدا، وبعدين هحط اقطع واحده مشروم احطها معاها علشان تديني طعم، انا بموت في المشروم. بصوا هي الطريقه سهله جدا جدا جدا. بعد ما بحمر دول بطلعهم على جنب وهعمل صلصه. كل اللي انا هعمله هياخد معلقه صلصه في نفس الطاسه مكان الزيت بتاعها، هقلبها وهنزل عليها بنص كوبايه ميه واحط فيها الشطه بتاعتي. طبعا هي وجبه مش مستاهله اي كلام ومش مستاهله اي فيديو، بس انا قلت زي ما بقول لكم اعمل معاكم الاكله اللي فيها تفاصيل كتير، برضو اعمل معاكم الاكله العبيطه اللي مفيهاش اي تفاصيل وسهله جدا وسهله جدا. لو راجعه من الشغل تعبانه ممكن تعمليها. زي ما انتم شايفين حطيت نص كوبايه الميه، هحط بقى الشطه، انا بحب بموت في الشطه، بحبها جدا جدا جدا. بعد ما احط الشطه بتاعتي وحطيت الميه هسيبها دقيقه، اول ما تبتدي تغلي هروح منزله فيها الكبد والقوانص والمشروب واقلبها كويس واسيبها دقيقه، وبعدين هحطها على المكرونه بتاعتي. جربوا الوصفه السهله السريعه، انا مش محتاجه اي حاجه، دي شايفين شكلها يفتح النفس، جربوها ومش هتندموا. أكلة سريعة، أشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير.